والزميل بسام الشمري، وفيكم في الشوط الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لبدر العتيبي من تواصل معكم في الشوط الماضي. نتابع انطلاقة الشوط الثامن لفئة الحيل، والمسافة هي مسافة الكبار 8 كيلومترات في هذه الأمسية التراثية المتميزة، مع تحديات وانطلاقة أشواط أصحاب السمو الشيوخ والأمراء والسعادة. ننطلق ضمن سباق المؤسس المتميز الذي تابعنا به المنافس المشرفة بين الملاك والمضمرين. نتابع انطلاقة الشوط الثامن، وهناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول. نتابع البداية، نتابع المقدمة مباشرة وصدارة الشوط من تحتل المرتبة الأولى. هناك بشعار هجن الرئاسة تنطلق بتحدياتها على مجريات هذا الشوط. مطرة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي يقدم لنا مطرة بشعار هجن الرئاسة على المقدمة، بينما المركز الثاني نتابع الغادمة بهذه المنافسة المشرفة، ونتابع شعار هجن زعبيل منطلقة في تحدياتها وفي هذه المنافسة مع شديدة وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في المتابعة والتضمير. يقدم لنا شديدة في انطلاقتها المتميزة على المركز الثاني. المركز الثالث الواعية بشعار هجن الشحانية الحوت محمد بن خالد العطية، يقدم لنا الواعية المتواجدة في عمق المنافسة والتحدي. المركز الرابع هنا شعار هجن العاصفة يتقدم مع شوامخ إلى المركز الرابع. غياث الهلالي في المتابعة والتضمير يتابع انطلاقة شوامخ على المركز الرابع. المركز الخامس هنا تصل بهذه اللحظات طيارة لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق، ينطلق يتميز دائما في هذه الأشواط المتميزة. قدم لنا الأسماء الجميلة بهذا المساء، مساء التحدي والمنافسة. يقدم لنا الطيارة ومن تطير بهذه اللحظات في أرضية ميدان التحدي. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمسيطرة على مجريات هذا الشوط. بأول نداء أتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع المقدمة. هناك من غيرت، من بدأت تتسلل بدورها إلى مجريات هذا الشوط. شديدة تنطلق بشعار هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، يتابع هذا الانطلاق على المركز الأول. شوامخ بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثاني، وعينها على مقدمة الشوط بشعار هجن العاصفة. غياث الهلالي يتابع الانطلاق، يتابع تحديات شوامخ على المركز الثاني. المركز الثالث تتحرك الواعية بشعار هجن الشحانية الحوت محمد بن خالد العطية، يترقب الموقف ويتابع هذا الانطلاق والتحدي مع تواجد الواعية على المركز الثالث بانطلاقتها المتميزة. المركز الرابع هنا تنطلق مطرة بشعار هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي، يتابع هذا الانطلاق، يتابع تميزي مطرع على المركز الرابع. المركز الخامس ايضا تتواجد الذيبة بشعار هجن الرئاسة ايضا الظافر علي بن جميل الوهيبي، يتابع انطلاقتي وتواجد الذيبة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس الاسماء المتميزة، للخمس الاسماء المنطلقة في مقدمة الشوط والمسيطرة على دائرة النداء والنزاع من أجل الانتصار والناموس. نعود هناك مباشرة مع تحديات المقدمة، مع صدارة هذا الشوط، مع انطلاق المنافسة المشرفة، مع شعارات الكبار المنطلقين بهذا المسار وبهذا التحدي على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. من يستقبل هذه المنافسة المشرفة على مجريات هذا الشوط؟ نتابع البداية، شديدة ما زالت منطلقة،
ما زالت تواصل مسيرة التحدي والمنافسة على صدارة الشوط بتواجد شعار هجن زعبيل. راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد يقدم لنا عطاءات شديدة بانطلاقتها المتميزة وبمحافظتها على المرتبة الأولى، ولكن الحوت يقترب مع الوعي، مقدم لنا الشعار العنابي، شعار هجن الشحانية، من يتميز دائما وأبدا في هذه الانطلاقات. المتميز الواعية على المركز الثاني محمد بن خالد العطية يقدم لنا شعار هجن الشحانية. المركز الثالث هجن العاصفة تنطلق مباشرة، ولكن نتابع القادمة هنا. الطيارة بدأت تطير بهذه اللحظات إلى موقع المنافسة والتحدي بشعار هجن الشحانية. العملاق سلطان بن محمد رهيبي يتابع هذا الانطلاق على المركز الرابع، المركز الثالث، المركز الرابع. نتابع شوامخ تتواجد في منافسات والتحديات هذا الشوط بشعار هجن العاصفة. غياث الهلال يتابع هذا الانطلاق ويترقب الموقف في تحديات شوامخ. المركز الخامس الذيبة أيضا تتواجد بشعار هجن الرئاسة. علي بن جويل الوهيبي يتابع هذا الانطلاق، يتابع تواجد الذيبة على المركز الخامس، من بدأ تتسلل بدورها إلى رابع المراكز. وهذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المسيطرة على مجريات هذا الشوط والمتربعة على الخمس المراكز الأولى. الفايف ستار، الخمس النجوم تنطلق وتسيطر بتحدياتها. تجمع عز والفرقة بلاوي ديرتي. ننطلق مباشرة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل ونعود مع المقدمة هناك، مع البداية، من غيرت، من بدأت تتسلل إلى مجريات المقدمة وغيرت الأمور لصالح شعار هجن الشحانية. ينطلق محمد بن خالد العطية متواجدا الحوت في عمق المنافسة على صدارة الشوط في هذه الثلاثية المتميزة على مقدمة الشوط. من تبحث عن الانتصار وتبحث عن الناموس بهذا التحدي الواعية في القيادة والريادة. المركز الثاني نتابع الطيارة أيضا بشعار هجن الشحانية. العملاق سلطان بن محمد الوهيبي يتابع هذا الانطلاق، يتابع هذا التحدي. المركز الثالث شديدة بشعار هجن زعبيل المملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وهنا الانطلاق مع راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد، يتابع انطلاق وتواجد شديدة على المركز الثالث. المتألق يتألق دائما في هذه المنافسات المشرفة. الذيبة على المركز الرابع، نتابع تواجد شعار هجن الرئاسة. علي بن جميل الوهيبي ينطلق مباشرة في تحديات المركز الرابع. المركز الخامس هنا الشعلة بدأت تشعل المنافسة بشعار هجن الشحانية. العملاق سلطان بن محمد الوهيبي يتابع هذا الانطلاق ويترقب الموقف مع اللحظات الأخيرة والخطيرة عندما نصل إلى موقع المنافسة وموقع الانتصار. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى، للخمس العمالقة والكبار المتواصلين بهذا المسار وبهذا التحدي. نعود مباشرة إلى البداية، إلى المقدمة في قيادة الواعية، وبتواجد هنا الطيارة وبتواصل شديدة وبانطلاقة تواجد هناك الشعلة، وأيضا هنا من تتواجد الذيبة على المركز الخامس. ولكن البداية مع الواعية بشعار هجن الشحانية. الحوت محمد بن خالد العطية يتواجد مع المقدمة وبدأ يعبر لوحة الكيلو والمتر الأخيرة الذي تفصلنا عن خط الانتصار وخط الناموس. هناك الواعية مع البداية ما زالت قائدة لمجريات هذا الشوط، منطلقة ومتميزة في أول المراكز بشعار هجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يتميز دائما في تحديات المركز الأول. المركز الثاني الطيارة تصل مباشرة إلى موقع المنافسة والتحدي مع المركز الثاني بهذه اللحظات بشعار هجر الشحانية. تتواجد وتنطلق في موقع المنافسة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث شديدة ما زالت متواصلة في تحديات المركز الثالث بشعار هجن زعبيل، ينطلق مباشرة هنا بتواجد راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد. المركز
المركز الثالث. الشحنة وصلت بهذه اللحظات بشعار هجن الشحنية العملاق سلطان بن محمد وهيبي، بدأ يشعل المنافسة في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس الذيبة لهجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيبي، يتابع هذا الانطلاق وهذا التحدي. ولكن البداية هنا مع الواعية الحوت، يقدم لنا شعار هجن الشحنية منطلقا فيه. تواجد الواعية على صدارة الشوط متواجدة ومحافظة على الصدارة، تنطلق مع البداية. الشعار العنابي يحتكر الثلاث المراكز الأولى بقيادة المشاغب محمد بن خالد عطية، ولكن الطيارة بدأت تطير وتحلق في أرضية ميدان الشحنية في هذا التحدي وبهذا المسار الجميل. وصلنا إلى الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. الواعية مع البداية، اتحركوا الجماعة مع هذه اللحظات، اتحركوا مع المنافسة، ولعت مع تحديات الواعية وانطلاقة الطيارة وبتواجد الشعلة. وهناك أيضا المتواجد عسيلة بشعار هجر العاصفة، ولكن الشحنية مع البداية. الواعية بشعار هجر الشحنية المشاغب محمد بن خالد العطية، الطيارة بدأت تطير بشعار هجر الشحنية العملاق سلطان بن محمد وهيبي، يقدم لنا الطيارة على المركز الثاني. الشعلة فتيل المنافسة في هذه اللحظات وانتزعت المقدمة مع تحدياتها. شعلة مع البداية تنطلق مباشرة في تحديات المركز الأول، تنطلق مع التحدي والمنافسة. العملاق سلطان بن محمد وهيبي يكرر الإنجاز تلو الإنجاز مع التحديات. الشعار الأدعم العنابي يا عذابي، هجن العاصفة تغترب مع تواجد عسيلة على المركز الثاني غيات الهلالي. ولكن العنابي الشحنية مع المقدمة مع التحدي. العملاق يتميز دائما، تهانينا وألف مبروك لهجن الشحنية على فوزها وتحقيقها للإنجاز مع شعلة. شكرا أبو محمد على هذا الأداء المتميز والأداء الجميل. سلام للشحنية، سلام وتحية واحترام لهجن الشحنية على فوز شعلة وتحقيقها للإنجاز. المركز الثاني عسيلة بشعار هجن العاصفة، المركز الثالث الواعية هجن الشحنية، المركز الرابع رابعا شهبار بشعار هجن الشحنية، المركز الخامس خامسا وصول الضبية بشعار هجن الشحنية. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، هذه المنافسة والتحديات مع اللحظات الأخيرة. شعلة جاءتنا وفاجأتنا مع اللحظات الأخيرة وانتزعت الناموس وحققت الإنجاز في توقيت زمني وقدره من مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة 27 ثانية 67 جزءا من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحنية، تهانينا للعملاق سلطان بن محمد وهيبي. المركز الثاني جاءت عسيلة بتوقيت زمني وقدرة 12 دقيقة 28 ثانية 65 جزءا من الثانية. تهانينا وناموس لهجن العاصفة وتهانينا لغيات الهلالي. المركز الثالث جاءت الواعية بتوقيت زمني وقدرة 12 دقيقة 31 ثانية 80 جزءا من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحنية وتهانينا للمشاغب محمد بن خالد العطية. تهانينا للجميع.